افتتح اليوم معرض مسابقة الكويت للعلوم والهندسة الثالثة بدعم من مؤسسة الكويت للتقدم العلمي ووزارة الدولة لشؤون الشباب بالتعاون مع وزارة التربية، وبلغ عدد الذين تقدموا للمشاركة في المسابقة 358 طالبا وطالبة من مختلف المدارس المتوسطة والثانوية على مستوى الكويت، في وقت بلغ عدد المقترحات البحثية المقدمة للمشاركة في المسابقة 169 مقترحا بحثيا. وأكدت وكيل وزارة الدولة لشؤون الشباب الشيخ الزين الصباح أن المسابقة تعتبر حاضنة للشباب الكويتي وتساهم في تنمية روح الإبداع لديهم في مجالات العلوم والتكنولوجيا. مسابقة العلوم والهندسة هي من أهم المسابقات اللي نشوفها اليوم على أرض الواقع بدولة الكويت، هي حاضنة للشباب الكويتي من الجنسين بين المراحل العمرية 12 إلى 18 سنة، يعني ما دون الجامعة. المنظمين المؤسسين لهذه المسابقة قاموا في دور جدا فعال في وضع البنية التحتية لصناعات مستقبلية إن شاء الله بما يخص القطاع الثالث.